ريحه البيت. قم فز وطي البيز يا ولدي وعلي لي البيت، سمعني صوت عيال وسقفه وحبه زغريت. انا الكبير هو الكبير هو الكبير، فلوس وسلاح وسطوه وجيش 3000 غفير، اقوى 100 مره من الدب وصوتي صوت زئير، شموخ الصقر في السما زكاتي على بمكير، اخلط كل ضحك وكتيل يطلع لك الكبير. كوكت الخضير كوكت الخضير، رضعت في طفولتي من الناقه مش بودره وعصير، عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير، لعيب بلاي ستيشن احرف من اي ود صغير. او كان كبير او كان كبير، كفاءة احكم اي شعب مهما كان كتير، مهما كانت صفاته كان غني او كان فقير، مهما كان علامة جاهل او خريج فرير، يطيع الكبير يتكون محذوف في بطن بير. Objection. Objection. Yeah. I really love this country like a fat kid loves the cake. And I'll be then your older, please just give yourself a break. You can't even battle me one on one, Mr. Fake. My rap is like an ocean while your rap is like a lake. كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي، وما تقلدش امينيم 50 سنت وسولجا بوي، تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي، كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي. اسمع يا كبير اسمع انت واقفل خشمك واخشع، فروسية نكسب في الحديد هرفع الكلمة بترفع، نووي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع، حتى في تحدي الراب بعد الكبير ما حدش يسمع، طعم التفاحة بعد الشكليطة ماسخ ما ينفع. جزرة وقطمها جحس يا ولد. كفاية كده هيجيله برد. هو مش هيجي غير بكده. خلعتني عليك يا كبير. بيبي انت كويس؟ لا ده زي الفل، تلاقيه بس مش واكل ولا حاجة، يقوم وياكل وهتلاقيه بيتنطط وبقى فقرة. بقول لك ايه يا بيبي؟ ما تيجي احنا نريح في اوضتنا، ها؟ ونسيبهم هم يصفصفوا مع بعضيهم. ده مين يا ولد عايز ايه؟ سيب القميص. سيبه انت بتعمل ايه؟ اهدى يا كبير. اوعى تهدي. انت جهاد. انت مين وعاوز ايه؟ بقول لك سيب القميص. محروق القميص. انت بتتخانق معايا ولا مع القميص؟ هو انا عشان لابس قميص وبنطلون هفكرني من العيال فرافير؟ ده انا زعل واجيب ناس تزعل واعملها معاك وبغباوه. ايه يا دي مخبى اللي هتعملها معايا؟ ما تغلطش بقى عشان ما تجيش فيه. هيك هي ايه اللي هتيجي فيه؟ هو انت هتحدفه بتقطوعه؟ بس انت عايز تتربى من اول وجديد ولا ايه؟ بح. انت بتبص لي كده ليه يا ولد؟ انفخ انفخ لمامتك، ما انت مش متربي. واللي مربى ما مربيش. ايه؟ انت مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ ما هو اللي عم بيبخ مي علي وعم يغلط فيه. عموما حسابي معاك بعدين. معلش يا دودي ما تزعلش منه، بس الكبير ده دايما كده على طول قليل الذوق. والله يا بيبي انا ما رضيتش اتعصب عليه وكنت حق، بس عشان خاطرك انت يا روح روحي. ثانك يو يا دودي، ثانك يو سو ماتش. شايف الناس اللي اخلاقها عاليه مش زيك يا اللي ما تربتش. عموما حسابي معاك بعدين. يلا بينا يا بيبي نريلاكس في اوضتنا شويه. يلا يا بيبي. بيبي 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 بيبي. اوه ما خلصنا يا كبير. ما انت سامع يا توما تقول لي ايه؟ ريلاكس بالاوضه. ريلاكس فين يا واد انت؟ في اوضتي. لا اسمها اوضتك كبير قوي. سو اسمها اوضتك كبير قوي. الواد الصيص ده ما حتبهاش واصل على جثتي. اوفر ماي ديد بودي. واي؟ هتقول لي واي؟ هتقول لي واي؟ فكرك الكبير قوي دلوقتي هيكون مزقطط بتربته وانت سحباله عين صيص زي ده هتدخليه فرشته؟ سام في دي معاه حق. انا بصراحه انا كمان شايف كده يا سام. اخرس انت يا حيوان، انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، انت تنامي في اوضتي وانا انام مع توماس في اوضته، فاين؟ فاين. ناركو زي العسل. عاجبك كده يا ساجح؟
بصراحة يا كبير أنت اللي بدأت الخناقة. خناقة إيه؟ خناقة إيه يا موكوس؟ أنا عم أكلمك على اللي بتعمل أمك. ماله اللي عملته ماما؟ في إيه؟ فين المشكلة؟ أنت قاعد مش راجل يالا؟ أمك راحت تتجوز لي عيل صايع وأنت قاعد تقول لي فين المشكلة؟ ده أنت ضيق قوي. سو وات؟ طالما في لاف وحب سو وات؟ أصغر مني ومنك. مش هو ميل وهي في ميل؟ يبقى سو وات؟ أنا لو سمعت سو وات دي تاني هقطع الجزمة على نافوخك. أنا مش فاهم أنت معصب نفسك ليه؟ هي حرة. أقول لك إيه؟ ما أنت عيل بقصة وابن أمك. يلا يا هدي. ابن أمك؟ طب ما الطبيعي الواحد يبقى ابن أمه، دي المفروض شتيمة يعني؟ لا هو تقريباً يقصد إن سام بتحبك أكتر منه. بس على فكرة يا جوني، الولد اللي متجوزاه سام ده شكله بيئة موت. I don't care. طالما الاتنين مبسوطين بيس. اهدى يا كبير وما توديش نفسك في داهية. أمليني يا هدية. أهم لك تعمل إيه بس؟ أطخ الواد الصيص ده. وهي أمك هتسيبك تطخه؟ ده أنا أطخه وأطخه وأطخك أنت كمان. اهدى يا كبير وصلي على النبي كده. عليه الصلاة والسلام. اهدى كيف؟ والحاج عويس جاي هو رجالته بعد بكرة. طيب سهوت. هتقولي سهوت؟ يا ولية أنا ما صدقت إن الراجل صفي من موضوع أمي ده. أقول له إيه تاني؟ أقول له الولية اتهمشت من نافوخة واتجوزت عيل قد ولادها. وهو هيعرف منين إن أمك اتجوزت أساساً؟ يا نعمل إيه يعني؟ تخفيهم هما التنين في اليوم ده. وما تنساش يا كبير ان دي امك اللي ولدتك وجوزها ده برضك في مقام ابوك. ابويا مين يا بت؟ باي ذا واي انا مش مطمن للي اسمه حماده ده. ليه يا جماعه؟ ماله حماده؟ حماده شاب عادي جدي. انت هتعمل زي الكبير؟ اوكي بس طريقته غريبه شويه وبعدين تحسه يعني لايك حلنجي. على فكره الواد ده اكيد وراه حاجه غلط. نو واي. لو وراه حاجه غلط ماما كانت حست. ماما ميديتيتور بقالها 20 سنه. اللي بيعملوا مديتيشن دول بيحسوا النيجاتيف فايبس. اه طبعا وهي خبره والاشكال دي عدت عليها كتير. جايز ما حدش شاف الموبايل بتاعي؟ اي ثينك انه ضاع. جيرلز مش ممكن كلهم زي بعض مهملين جدا. انت كل شويه هتضيعيه ونلاقيه لك؟ ايوه يعني ما حدش شاف الموبايل بتاعي؟ اشلي انت دورتي عليه كويس؟ يبقى ضاع. اكزاكتلي يا ابن اللعيبه مش ممكن. بلم اخده يا كبير. جبت المنوم. حصل يا كبير زي ما امرت جنابك. رحت للواد عاضين قاعد يغبرت قصر قصر. اعطاني ثلاث انواع. قال لي ده بلم اخده ده لو عاوزهم يغفلوا ينعسوا قدي يمين ثلاث اربع كده. ودي لو عاوزهم يغفلوا يوم واحد فقط لا غير. والثالث ده اقوى واحد يا كبير. اقوى نوع اللي هيبلع منه هو ونصيبه. يمكن يغفل يمكن يموت. لا فارم عليك يا ولد. عاوز ادوق من نيه يا كبير. انت قلب يا طفس. مخبل ده فاكرها بسبوسه. منوم ايه يا كبير؟ ده منوم هنحطوه للاسمية سمنتي وهالواد الصيص اللي معاها. يا شندلتي منوم ليه؟ الحاج عويس جاي يا بت. لازم نتصرف وتويهم في اي اوضه. طب الهداوة يا كبير لحسن يجرالهم حاجه. احنا ما ناقصينش مصايب. وانا جايب المنوم ده من المواني يا حتير. انتي انا دايما من الزخانه. اخوة من وشك. بص يا بيبي انا لفلفت في المنطقه اللي حوالينا ولقيت الحته اللي هنعمل فيها المشروع. هي مش كبيره ومش هتكلفنا كتير. هي هتكون حته الارض اللي حواليها الترع. هنا هنفتح الكوفي شوب وهيبقى فيه مطعم منه. فيه هنا هنفتح جنبيه ملاهي وهيكون فيه مكان مرجيحه اللي هي ولا يا ولا معايا. اخر حاجه وهي ايه؟ الترع. بعد ما نوسع في الترع هنشغلهم بقى على كام جيت سكي، على كام بناني، على كام بدال اللي هنجيبهم. والمشروع ده هيتكلف كام؟ هو قايم نايم كده هيعمل له بتاع 2 مليون جنيه او 400 الف دولار وشويه فكه. شوف العمله اللي هتعرفي تسلكيها وانا هتصرف. بقول لك ايه يا زو كوبايه عصير بس بسرعه. ايه ده؟ انت فاكر لي خدامي هنا ولا ايه؟ يعني شغال ايه؟ سفراجي، امياجي، عفشاجي. يعني شغال مع الكبير؟ بالنسبه لك. بقول لك ايه انا ما قلتلكش تجيب حاجه عيب. هتجيب العصير يبقى متشكرين، مش هتجيبه يبقى ازحلق كده ووريني جمال خطوطك. يلا اتكل وشوف مصلحتك. يلا تعالى كل يلا. ثانكس هديه. بالهنا والشفا يا حماتي. بقول لك ايه العصير ده تشربوه بعد الوكل عشان ما ينفعش تاخدوه على بطن فاضيه. اشمعنى يعني؟ ما خبراش والله الدكاتره دايما بيقول فوتكم بعافيه. دودي بيبي خليتهم يعملوا لك الفطير المشلتت اللي بتحبه. تسلمي يا روح روحي. بقول لك ايه انا عايزك بقى تضربي العصير ده الاول عشان تعرفي تسلكي اللقمه. ما
بحبش عصير البرتقال. ده برتقال يعني كله غذاء وفيتامين. لا ما انا بعوضه بحاجات تانية. طب اشربي كده وجربيه. يا حماده قلت لك ما بحبوش. ليه يا بيبي كده؟ هتكسفي ايه دي؟ اوكي. يلا. جميل. جورجوس. يجنن. بالهنا والشفا يا روح روحي. وانت مش هتشرب العصير بتاعك؟ بيحرق لي معدتي وعامل لي حموضه. طب وخلتني اشربه ليه؟ عشان انا عايزك تتغذي وتبقي كويسه. عشان خاطري. بقي صغنون. والله لما تتشقلبي ما هاخد شفطه واحده. وبقول لك ايه يا بيبي؟ ما تتكش عليا قوي كده وحط ابوكي. كنت رايح فين بس؟ فزاع. نعم. ما شفتش المحمول بتاعي؟ قصدك الموبايل؟ ايوه الموبايل. ما شفتش الموبايل بتاعي؟ لا ما شفتهش. فكرك لما اشوفها هرجعهولك هدسهولك في الجلة. واحد فين البندقية؟ يا حجة حجة سمنتي ماما يا مرحب يا مرحب الدنيا كلها تنورت الغدا يا بيت لا غدا ولا عشي احنا جايين نخلص في البيعة ونتوكلوا على الله يمين بالله ما تاتي ده احنا نتغدوا ونحلوا ونضربوا حجرين كمان معلش يا كبير اصل احدانا مصالح كتير وبعدين يا دوب هم كلمتين هنقولوهم ونمضي العقود ونسلمك النقدية طب حتى نشرب الشاي الشاي يا بيت شوف يا كبير احنا عارفين انك طالب في المتر 400 جنيه واحنا جايين النهارده وطمعانين في كرمك وعارفين كمان انك انت مش هتكسفنا وهتعمل لنا خاطر بوه خاطر واحد بس ده مليون خاطر وخاطر ده انت على راسنا من فوق السلام عليكم السلام عليكم باش مهندس حمادة حمادة السياحة وعشت مرتاحة صاحب شركة طرز في الشرم والغردقة واي حد رجال عنده اي مصلحة كده ولا كده ها ينزل ويسأل على حمادة السياحة هم هيظبطوه أحلى تظبيط من ضيوف جوني برضك أنا ملياش صالح بيه Good morning هاي جايز انا سامانتا مش فاكريني عاملين ايه نسيت انتوا ما بتتكلموش كوكي دارلينج اخبار الشرب الجميل ايه يا كيوتي يا كيوتي يا كيوتي ايه ده ايه الشنب الرهيب ده ناحية ايفازي وناحية سري أول مرة أشوف شنب أكبر من صاحبه لو مش عاجبك مقاسه ممكن ترجعه وتجيبه أقل نمرتين ممكن أقيسه بعد يدك يا ست أنت إيه يا حاجة وين إيه يا جدع أنت أنت هتمد إيدك على حريمي ولا إيه السادة شكلها هتجي فيك أنت بيقول إيه الكلب ده تقول ايه يا جحش انت؟ لا كده انت جبت اخرك واللي هيعدي الخط ده انا حفلة دماغه نصين وديني قول يرديك الكلام ده يا كبير ما برضك يا حاج يا ويس في فرق ثقافات يعني والحاجات دي بقى كده بينا رجالي وما فيش سلام عليكم كمان يا حاج يا ويس السلام لله يا راجل كنت اقول لك يا حاج يا ويس والله العظيم ثلاثه الواد الصيص ده يبقى جوزه دمي يا حج عويس أمي أطخها يعني يا حج عويس ده ربنا وصانا بالوالدين إحسان حج عويس حج عويس راحت البيعة راحت البيعة وحنتفضحوا في البلد فضيحة بجلاجل الحج عويس ده ما يتبلش في خشم الفول عارف الفول؟ أنت عبد إيه عمل كلمك الموبايل يا كبير الموبايل ما لقيهوش ضيعت الموبايل ابو 2000 جنيه يا بهيمه لا ما ضاعش ده مش اول موبايل يخفى من الدوار موبايل توماس وموبايل اشلي كمان ما لقينهمش باه دا
يبقى في حرامي في الدوار. شكشك مرزوقة تعالي جنبي وشكشك مرزوقة تعالي جنبي وشكشك مرزوقة تعالي جنبي وشكشك. دودي ايه اللي عمل فيك كده؟ محاميل محاميل يا صيص، البيه جوزك طلع حرامي ورد سجون وما اسموش حماده من اساسه. انطق ياد اسمك الحقيقي ايه؟ هتنطق ولا اطلق عليك فزاح؟ حاول حاول والمصحف لليل على كل حاجه. بصي بقى يا بيبي بيبي دي لو نطقتها تاني هتففك اسنانك. بصي يا حاج يا ام الراجل المحترم ده، هو انا اصلا ما اسميش حماده سياحه، ده منظر حماده سياحه. انا اسمي رضا البشبيشي. ايه ما مصدقاش؟ طلع البطاقة هاي. البطاقة طلعها معايا، طلعها معايا من حطيتها لك. ايوه صح 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 صح. ايه يا تير انت مش اداك البطاقة وديتها لي؟ مين تير؟ ما كنا بنضرب فيه. معلش يا شباب معلش، عندي انا دي معلش امسحها فيه. خذ اقرا دي. من فضلك يا هدية خذي اقري لي عشان انا مش بعرف اقرا عربي. حاضر يا حماتي. الاسم رضا السيد أحمد البشبيشي، العنوان 4 بلوكات ناصر دمياط، الوظيفة فني تبريد وتكييف، ذكر أعزب، رقم البطاقة فيه. يا بت فيه ناقص تقولين الفنينة بتاعت ميديم ولا لارج هنزله يسافر. ولسه البيع طلع عمل قلق كبير قوي قوي في دمياط، وهناك مدين لنكنيم رضا المش. ما تكمل يا دلية تاريخك الأخضر يا كمل كمل كمل. أنا أصلا مسجل نصب والحكومة بتجري ورايا في كل حتة، فهربت على شرم عشان ألقط رزق فيها. يعني إيه تلقط رزق؟ يعني شوف أي واحدة كده خواجاية ولا كبيرة زيك أتجوزها وأطلع بالمصلحة وبعد كده أبقى أخلع. غشاش غشاش غشاش. عنك أنت يا ست الكل. غشاش غشاش غشاش. ثانك يو فزاع. أمن جنابك. فزاع أمن جناب. اطلع بالواد الغشاش دي الاشرف وقول له كبير عايز يسلم عليك ويقول لك دو يور بيست. بده اوفر يا كبير. جزره وقطمها جحش. مع السلامه يا حجه، هنتوحشوك والله. يمين بالله الولايه المتحده هتنور والمظاريطه هتظلم يا ست الكل. الف سلامه. أوه فزاعة، thank you thank you thank you for everything thank you so much. والنبي لا تكرريها تاني يا حماتي. حاضر يا حبيبتي. هو الكبير فين؟ الكبير خرج من الصبح. وانت مالك انت يا حيوان؟ انا بسألها هي. على فكرة انا ما بكلمكيش، انا بكلم جوني. بس يا ما انت مالك انت يا حيوان؟ مش ممكن بتحشر في الملوش فيه. عموما انا كنت عارفة ان هو مش حابب وجودي هنا. من فضلك سلمي لي عليه هدية. او من عناية يا حماتي. يلا يلا تأخرنا. استنى. مع السلامة يا حماتي. أنا توحشوكي والله. So cute. So much. Take care. مع السلامة يا حماتي. السلامة. باي سام. في حفظ الله. باي. طريق السلامة. يعني ما تسلميش علي يعني؟ يا قلب ماما يا كوكي، كنت فاكرك مش هتسلم علي. ما كيف يعني؟ أنا كنت في السوق بجيب لك هدية. بجد؟ زينة؟ زينة؟ وحشمة؟ ممكن تلبسيها في أمريكا كمان. طبعاً هلبسها يا كوكي طبعاً. بص عايزة أوصيك، خد بالك من أخوك جوني وما تتخانقوش مع بعض وإلا ها هرجع لكم. ما تخافيش، ما نلعبش مع غرب ونشرب اللبن بالليل قبل ما ننام. طيب خلاص خلاص خلاص. مع السلامة يا حبيبي. مع السلامة يا ماما.